هلو يا حلوات، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بألف خير. مشتاقة لكم هواية، ورجعنا بفيديو جديد اللي هو مشكلة ثانية. مثل ما حكينا بالفيديو السابق انه اكثر المشاكل اللي تجي عليها اسئلة بالتعليقات، وشنو العلاج اللي نستخدمه، شنو السيروم، شنو المرطب. فحبيت اجمع لكم اغلب المنتجات المعروفة وعلاجات طبية مصرحة وينصحون بها الأطباء والصيادلة عن تجارب يعني وخبرة أكيد. فحبيت أجمعها لكم فيديو واحد حتى يكون مرجع ترجعوا له وتستفادون منه أكثر. الثانية اللي راح نتناولها بهذا الفيديو هي تشققات الجسم واللي أغلبنا نعاني منها، وراح نشوف شنو العلاجات الطبية المصرحة اللي ينصحون بها الأطباء لاحتوائها على مواد معينة تساعد بعلاج هذه التشققات أكثر من ما أنه تضرها. وأكيد راح نشوف شنو الأسباب، الوقاية منها وعلاجها. التشققات هي منخفضات أو ندب بالجلد تتكون لما يتعرض الجلد للتمدد، إما بسبب تغير مفاجئ بالوزن أو حمل، بلوغ، استخدام أدوية معينة وكريمات الكورتيزون. بيها مرحلتين، حمراء وبيضاء، والبيضاء اللي تكون هي شبه ثابتة. علاجها مبكرا وهي لا زالت حمراء مهم جدا، لأن مجرد تحولها للون الأبيض حيصير كل الصعب علاجها، وتعتبر شبه ثابتة وماكو شيء مضمون لحد الآن مثبت لإزالتها تماما. لكن ممكن نجرب بعض الطرق التالية اللي هي فادت بعض الناس. أولا، استخدام المرطب وحده أي نوع يساعد بجعلها أقل وضوحا، والأكاديمية الأمريكية للجلدية تنصح بمساج الكريم على الجلد مو مجرد وضعه. ثانيا، كريمات الريتنويد مثل الأكريتين لاسترجاع الكولاجين بالتشققات الجلدية الحمراء والوردية، طبعا هذا الشيء ما يصلح للحوامل مع مراعاة احتمالية التهيج. أكو دراسة عن كريم التريتنوين الأكريتين مثلا بتركيز 1% يعني كان استخدامه ل 24 أسبوع حسن مظهر التشققات الحمراء. ثالثا، المرطبات المحتوية على الهايرونيك أسيد لأنه يحفز إنتاج الكولاجين وهو موجود أصلا بدرع الجلد، والدراسات بينت أنه يساعد بتحسين مظهر التشققات بالمراحل المبكرة. رابعا، الدرمابين والدرما رولر ممكن تفيد بتحفيز الكولاجين وتحسين التشققات، وكذلك الموجات الراديوية مثلا السيكرت تساعد بالمراحل المبكرة. وهذه الكريمات اللي حكينا عنها تحتوي على عشبة السينتيلا اللي تساعد بشفاء الجروح، وهي البايو بالانس والأكريتين، وعندنا هنا من لاروش بوزي السيكا بلاست. صورة أوضح لكريم البايو بالانس اللي يحتوي على عشبة السنتيلا، سنتيلا استاتيكا، لكن للأسف هذا الكريم معطر بمرور الاستخدام يسبب تحسس. أمثلة عن كريمات الترطيب اللي قلنا بالاستخدام المبكر تساعد بمعالجة التشققات المبكرة مثل ما تشوفون هذه الأنواع، وهذه أنواع كريمات أخرى بالهايرونيك أسيد بالاستخدام المستمر تعالج التشققات المبكرة. قسم منها يكون كريم، قسم يكون لوشن. أيضا من الكريمات اللي ينصحون بها الأطباء هو كريم إزالة علامات تمدد الجلد من فلوكسيا، ومثل ما تشوفون هذا روتين علاج علامات التمدد والوقاية منها، مقسم إلى مجاميع راح نشرح بالتفصيل عن كل مجموعة شنو تسوي والفائدة منها. بالصور أمامكم مراحل علامات التمدد، وردية، حمراء، بعدين بيضاء. الشغلات اللي عليها دراسات وأبحاث بالعلاج هي فيتامين أي علاج، حمض الهايرونيك وقاية، سنتيلا استاتيكا وقاية، ستراتامارك وقاية وعلاج، والديرمارول والبن هي علاج. أول قسم هو الفيتامين أي، مفيد العلاج علامات التمدد. كل ما كان أبكر حمراء كانت التشققات كل ما أفضل، نحطها بالمساء. فترة العلاج تطول 6 أشهر وممنوع للحامل مثل ما ذكرنا سابقا، والأفضل النتائج نحطها بالليل، وبالنهار نحط أحد الكريمات الأخرى. حمض الهايرونيك مرطب طبيعي موجود بالجلد، أثبتت الدراسات فعاليته بالوقاية من علامات التمدد، وهو آمن للحامل والمرضع. ممكن استخدامه
مرة أو مرتين في اليوم مع مساج خفيف يكون بنوعين معطر وغير معطر، يفضل استخدام الغير معطر. كريم بيبانثين يحتوي على مواد فعالة مستخلصة من نبتة السنتيلا سياتيكا، ويحتوي على البرو فيتامين بي 5 وجلسرين وزيت الزيتون، آمن للحامل والمرضع، يستخدم مرتين يوميا مع مساج خفيف أثناء الحمل وبعد الولادة. وهذا الكريم من لاروش بوزي السيكا بلاست، هذا بديل للبيبانثين إذا ما حصلتوه، يحتوي أيضا على نفس المكونات بالإضافة إلى زبدة الشيا، وأيضا آمن للحامل والمرضع. الوخز بالأبر الدقيقة مثل ما حكينا سابقا إنه يحفز الكولاجين لعلاج علامات التمدد. الجيل الأول كان هو الديرمارولر، والنوع المنزلي القياس اللي نقدر نستخدمه من 0.25% إلى 0.5 مليمتر. لا ينصح باستخدامه أثناء الحمل، وأكيد عندنا الديرمابين وراح نذكر لاحقا شنو المنتجات اللي تساعد أثناء استخدام هذه الإبر بعلاج علامات التمدد. من المستحضرات الأخرى اللي تستخدم للوقاية من علامات التمدد زيت اللوز، زبدة الكاكاو، زيت الزيتون، زيت جوز الهند. ما عليها أبحاث ولا أدلة علمية قاطعة، لكن قد تنفع مع مساج، يعني تستخدم كمرطب. أما الشغلات اللي عليها أدلة وأبحاث أقوى للوقاية من علامات التمدد هي حمض الهانونيك، السينيتيلا سياتيكا، والستراتا مارك. من تجارب بعض الناس اللي ينصحون بها زيت معالجة ومقاومة علامات التمدد من يوسرين، يستخدم صباحا ومساء، أيضا مع مساج يستخدم كترطيب. ومن المنتجات اللي ينصحون بها هو استخدام جل علاج علامات التمدد من ريلاستيل. هذه الأمبولات من ريلاستيل الطبية هي علاج مكثف لعلامات التمدد، استخدامها موضعي مع مساج لحين امتصاصها من البشرة. يفضل استخدامها مع الديرمابين والديرمارول، الامتصاص أسرع والنتيجة أقوى. عن تجربة استخدمت هذا النوع من هذا البراند أوكي، زبدة الشيا اللي تكون لونها أبيض مخلوطة مع زيت جوز الهند، طبعا خففتها بزيت الزيتون، استخدمتها يوميا للتشققات اللي هي تكون بيضة يعني صعب علاجها. بصراحة حصلت على نتيجة فعلا واو، لكن للأسف يعني انقطعت، حاولت انه يعني ادور عنها بالسوق ما لقيت للأسف، فتوقفت عن العلاج. هذا النوع اللي امامكم بالصورة هي الخام، ما مخلوط بها اي شيء، كنت تقريبا لونها اصفر. فانصحكم اذا لقيتوها انه تستخدموها يعني كترطيب مع المساج. اما البيو اويل، الزيت اللي وصارت ضجة عليه مو طبيعية، بصراحة استخدمته ما شفت عنه اي نتيجة يعني تذكر. فيعني ما اعرف حسب انتو يعني بعد اذا مجربيه وحسب تجاربكم او نوعيته، ويا احتمال يستخدم للتشققات اللي تكون يعني حديثه ما اعرف. واكيد هذه الصور راح انزلها لكم على ستوري القناه حتى تقدرون تاخذون لها سكرين شوت وتسيفوها في حال حبيتوا تاخذون هذه المنتجات الطبيه اللي هي ينصحون بها اغلب الاطباء. ان شاء الله يا رب يعجبكم هذا الفيديو واستفاديتوا منه. التقيكم ويا مشكله اخرى نعالجها ونسوي سيرش عن العلاجات المناسبه لها. احبكم، باي باي.